يوصلوا للهمم العربات والوسائل الاتصالية ووسائل الحركة. قيس حيدر يبلغ من العمر 18 عاماً، واجه العديد من التحديات في بيئة لا توجد مخصصات صحية وتعليمية وحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكمل مرحلة الأساس في مدرسة الزهراء للبنات حيث تعمل والدته في التدريس، وما أن انتقل إلى المرحلة الثانوية حتى واجه صعوبات أخرى. بداية تعليمه توفرت له لأني بصفتي معلمة تواجدت معي في مدرسة البنات، والحمد لله لقيت كل معاملة وتعاون من إدارة المرحلة لحد أصغر معلم في المدرسة. امتحن للمرحلة الثانوية والمفروض كان يمشي مجال فني حسب رغبته، لكن الإمكانيات والحالة المادية الصعبة والأماكن ذاتها غير متاحة عشان توفر له تعليم مهني، اضطريت عملت له تعديل في رغبته وديته أكاديمي. وتعمل العديد من منظمات المجتمع المدني على تقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الوسائل الحركية وتمليك المهارات الحياتية اللازمة عن طريق دمجهم اجتماعياً. ده بيشرح الطموحات والأحلام لشرائح أطفال في وضع الشارع والأطفال فاقدي السند، وده اللي كان تكلمنا عنهم مفصلا في ركائز واحد، واحتياجاتهم وطرق دمجهم في المجتمع وتحدياتهم وطموحاتهم. في النهاية نحن كمنظمة بنستهدف الكبار والصغار، ولكن شرائح الأطفال أهم بالنسبة لنا من أي شرائح. وأجريت إحصائية للمعوقين في التعداد السكاني لعام 93,900، حيث بلغت نسبة الإعاقة في السودان 1.3% وبلغت في الريف 51%، بينما بلغت في الحضر 48%، وكانت نسبة الإعاقة وسط الذكور أكبر من الإناث. ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة للعديد من الحقوق التي يجب أن تضمن في الدستور والقانون لتكفل لهم الصحة والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى التمثيل العادل في البرلمان والحقائب الوزارية. عفرة فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.